لا يعني استفزاز التيار الصدري صعب جدا، لأن في نهاية المطاف سيحرك الشارع وسيضعف السيد السوداني. لكن إذا السيد السوداني، وأنا أعول عليه كثيرا، وكان لدينا لقاء قبل أسبوع جيد. مع دولته، وتحدث بصراحة، قال أنا لا أتقرب إلى هذا وذاك، أنا أتقرب إلى الشارع العراقي. وبالتالي إذا اقترب من الشارع العراقي بالتأكيد سينجح. وحتى عندما اختار السيد أبو علي البصري يعني في مكافحة الفساد، هذه أعتقد الشخصية لا أحد يعترض عليها بنزاهتها وشجاعتها وكفاءتها، وهذا يعتبر للسيد السوداني اختيار ناجح. وبنفس الوقت أن يعتمد على جهاز المخابرات، لأن جهاز المخابرات طيلة السنوات الماضية عمل عملا شجاعا عندما استطاع أن يصل إلى أبعد الدول في العالم لإلقاء القبض على كثير من الإرهابيين والداعشيين. هذا ينبغي أن لا تكون الإقصاءات وإحالة البعض إلى التقاعد أو إبعادهم من المناصب لدواعي شخصية أو حزبية.